لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي الاستاذ تركي الاستاذ طه عوده اوغلو. اهلا بكم الى استوديو رافدين. استاذ طه، محافظه حزب العداله والتنميه على الصداره في الانتخابات البلديه، لكن خسر اهم مدن كبرى في تركيا، اسطنبول، ربما انقره وازمير، بماذا تفسر ذلك؟ نعم، مساء الخير لك والساده المشاهدين. يعني من دون شك اعتقد يعني هذه الانتخابات هي كانت كما يقول يعني الرئيس او قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بانها مصريه وانتخابات بقاء للحزب. حقيقه هي كانت هناك معركه شرسه ما بين معسكرين، معسكر ما بين حزب العداله والتنميه ومعسكر علماني، تحالفوا جميعا ضد الرئيس اردوغان، ضد حكومه حزب العداله والتنميه. لاحظنا يعني في الفتره الماضيه كانت هناك الحمله الانتخابيه كانت دائما هو التركيز على استقرار تركيا، تركيز الرئيس اردوغان خاصه بعد النظام الرئاسي على تعزيز سلطته في البلاد وتعزيز النظام الرئاسي. لكن المعارضه هي الهدف من هذه الانتخابات، كانت الهدف الاول منه هو هز عرش الرئيس رجب طيب اردوغان المتربى عليه منذ عام 2002، ايضا يعني ضعف هيبته وخاصه النيل من بعض البلديات، وهذا ما نجحت فيه خاصه في انقره، في ازمير، في انطاليا، وهناك حديث عن مدينه اسطنبول. تصوري اعتقد هناك عوامل كبيره خاصه العامل الاقتصادي كان له دور كبير يعني في هذا التراجع. يعني كما ذكر في تقريركم يعني حزب العداله والتنميه حتى هذه اللحظه لم يخسر، هو دائما هو في المرتبه الاولى. نعم هناك تراجع في الشعبيه، هناك تراجع في خسارات البلديات، هناك رسائل من قبل الشعب التركي، الرسائل وصلت الى الرئيس ورد عليها فورا يعني في الساعات، خاصه في حديثه في شرفة حزب العدالة والتنمية، قال وصلتنا رسالة وسوف نقوم ب يعني دراسة مطالب الشعب في المرحلة المقبلة. تصور اعتقد ان هذه الانتخابات نعم مهمة جدا، هذه الانتخابات هي مقدمة او اختبار للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في عام 2023، واعتقد ان يعني الشعب التركي هو حقيقة يعني أن هناك وعي تركي، لاحظنا هذا الوعي في حادثة أو في محادثة الانقلاب الفاشل في عام 2016، لاحظناها في انتخابات سابقة. هو دائما يدعو إلى الاستقرار، يدعو إلى يعني تحسين الأوضاع، تحسين أداء الأحزاب، وهذا ما لاحظناه في منافسة شرسة، منافسة قوية ما بين المعسكرين، معسكر الرئيس أردوغان ومعسكر الأحزاب المعارضة وفي مقدمة حزب الشعب. هل الوضع الاقتصادي أستاذ طه هو الوحيد الذي أدى إلى تراجع في شعبية الحزب الحاكم ربما؟ يعني من دون شك يعني أعتقد العامل الاقتصادي كان هو مهم للغاية. لاحظنا يعني منذ أغسطس الماضي كان هناك هجمات قوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة عندما يعني قبل الانتخابات بشهر هناك تهديد واضح وصريح من قبل الرئيس ترامب قال سوف أدمر الاقتصاد التركي. تركيا كانت تعمل على كافة الجهات، هناك ملفات معقدة، يعني ملف سوريا أعقد ملف إلى حتى هذه اللحظة كانت هي منخرطة في هذا الملف، ولكنها هي انشغلت نوعا ما بالأمور الداخلية وابتعدت عن الأمور الداخلية، وأعتقد هذا أدى وساهم يعني في بعض هناك التباعد أو الجفاء أو بين الشعب وبين الحكومة، وهذا ما أزعج الشعب وهذا ما وجه رسائل. لاحظوا أن الشعب أو المواطن التركي في بعض البلديات قام بمنع حزب العدالة في الأقضية وفي المجالس، ولكن في البلديات الكبرى هو لم يعطي. هذه كانت رسالة، نحن نريد الخدمات ولكن لا نريد أن تكون في هذه البلدية ولفترة معينة إلى حين تحسين الأداء. أعتقد العامل الاقتصادي الحكومة ساهمت وحتى، ولكنها في الدقائق الأخيرة وفي لحظات متأخرة جدا تحاول أن تحسين الوضع الاقتصادي ولكنها لم يعني تنجح. أعتقد يعني كانت هي أكثر مما كانت قدرتها خاصة في الظروف الصعبة التي مرت بها تركيا على الصعيد الاقتصادي، وهناك العملة وانهيار الليرة التركية خلال الأشهر الأخيرة الماضية. وكما ذكرت لك كان هناك عامل خارجي، الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي تضيق الخناق على الحكومة التركية من خلال التهديدات المتتالية.
من قبل الرئيس ترامب. في التطورات الأخيرة فيما يخص موضوع الانتخابات وخاصة في المدن الكبرى، حزب العدالة والتنمية قرر البارحة بالطعن ببعض نتائج البلديات، ما الأسس التي بنى عليها الحزب قراره بالطعن؟ يعني اعتقد يعني هي عاده ليست جديد في تركيا، عاده في كافه الانتخابات، يعني دائما نحن نلاحظ ان الاحزاب المعارضه هي التي تطعن في الانتخابات. في الانتخابات الماضيه كان حزب الشعب الجمهوري، ولكن هذه المره الاولى نلاحظ ان الحزب الحاكم هو الذي يطعن. هناك بعض كما اعلن اليوم هو المتحدث باسم حزب العداله والتنميه بان هناك بعض التزوير، بعض القضايا الاصوات هي غير واضحه للغايه. اعتقد ان حزب العداله هو يريد يعني ان يضع نقطه لهذا الجدل، او يضع نقطه للفراغ فيما يتعلق ان كان في مدينه اسطنبول، ان كان فيما يتعلق في مدينه انقره، حتى على الرغم ان انقره هي محسومه للمعارضه لحزب الشعب الجمهوري، ولكنه هو يحاول الان، وسمعنا أصوات بأن الحزب الحاكم هو يريد إعادة فرز بعض الأصوات في بعض المناطق في العاصمة أنقرة، ولكن أعتقد أن النقطة الأساسية والنقطة الأصعب هي حاليا في مدينة إسطنبول، حيث نسمع يعني كل يوم هناك تقدم للمعارضة، وتأتي الحكومة أو الحزب الحاكم ويؤكد بأن يعني إسطنبول لم تخرج من تحت عباءتهم، إلى حتى هذه اللحظة إسطنبول هي مدينة معلقة ما بين الطرفين. يعني فيما إذا ثبتت النتائج على النحو الذي أعلن عنه، نتائج الانتخابات أعلنت هذه النتائج من قبل اللجنة العليا، إلى أي مدى ترى إمكانية التعاون بين البلديات التي فاز بها حزب العدالة والتنمية والبلدية الكبرى التي فازت بها المعارضة، أو البلديات الكبرى التي فازت بها المعارضة؟ يعني كما ذكرت لك في بداية حديثي، يعني حالياً في مدينة اسطنبول بعض المناطق وبعض البلديات المجالس المحلية حزب العدالة هو متقدم، وأعتقد يعني سوف يكون هناك خاصة في أنقرة وفي اسطنبول حالة من الصعوبة في التعاون بين الطرفين، خاصة أن يعني حزب الشعب الجمهوري إلى حتى هذه اللحظة كما تعلمون له سنوات وعقود طويلة بعيدا عن العمل البلديات. يعني في مدينة إزمير طيلة السنوات الماضية لم نلاحظ أو يلاحظ أي الشعب التركي أي تقدم في هذه المدينة، على الرغم من مدينة إسطنبول تحولت يعني في خلال عقد أو عقد ونصف من الزمن إلى مدينة يعني عالمية. حاليا مدينة إسطنبول هي بمثابة باريس، لندن، وخاصة فيما يتعلق بالسياحة، فيما يتعلق بالمؤتمرات، فيما يتعلق ب يعني الحداثه في هذه المدينه، وهي تحدثت هي في عهد حزب العداله والتنميه الى حتى هذه اللحظه غير معروف هل سينجح الحزب الشعب الجمهوري اذا فاز في اسطنبول في يعني الوصول او الحفاظ، لا اقول الارتقاء، الحفاظ على المستوى. طيب لو تحدثنا بان حزب الشعب الجمهوري استطاع الحصول على رئاسه البلديه واقر هذا الامر من قبل لجنه الانتخابات العليا، اذا برأيك كيف سيكون المشهد السياسي المستقبلي والمشهد المستقبلي لإسطنبول عامة؟ يعني بتصوري الاجتماعات أو المؤتمرات التي عقدها الرئيس أردوغان في اليومين الأخيرين من الانتخابات، يعني تقريبا 14 مؤتمر جماهيري في إسطنبول، هذا كان هو دلالة واضحة على الأهمية التي يوليها الحزب الحاكم لهذه المدينة. هنا في اسطنبول من يكسب اسطنبول هو يكسب تركيا. اسطنبول كما تعلمون هي التي أوصلت الرئيس أردوغان إلى هذا المنصب، دخلها في 94 ومن ثم رئيس بلدية، رئيس وزراء، حاليا رئيس الجمهورية التركية. اسطنبول هي من يكسبها ومن يحصل عليها سوف تكون له هي اختبار مهم له في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتقد كلا الحزبين وخاصة حزب الشعب الجمهوري هو يريد من هذه الانتخابات والفوز في أنقرة واسطنبول حتى تكون جاهزة أو حتى يكون استعداد له للانتخابات التي بدأ من الآن استعداد لها عام 2019. نعم الأستاذ طه عودة أوغلو الكاتب السياسي التركي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.